مشاهدينا، النهارده الاهلي عنده لقاء مهم مع شباب بلوزداد في الجوله الرابعه من دوري المجموعات بدوري ابطال افريقيا، لقاء المؤجل من شهر ديسمبر اللي فات بسبب مشاركه الاهلي في كاس العالم للانديه. وامبارح كمان تم الاعلان او اعلن الاتحاد المصري لكره القدم في مؤتمر صحفي تقديم التوام حسام وابراهيم حسن. خلونا نتكلم اكتر عن المؤتمر النهارده ورسائل حسام حسن والتشكيل المتوقع للاهلي مع محمد عراقي الناقد الرياضي. صباح الخير. صباح الخير يا زلمي، اهلا بيكي واهلا بكل المشاهدين. اهلا بحضرتك، وكلمنا ازاي شفت المؤتمر امبارح والتصريحات اللي قدمها حسام حسن امبارح في المؤتمر. يعني كانت تصريحات توضيحيه بشكل كبير، اكيد الراي العام كله كان حابب يسمع كابتن حسام حسن بشكل موسع وبيرد على الاسئله كلها. اكيد طبعا بعد تعيين كابتن حسام حسن كمدرب وطني لمنتخبنا الوطني كان في تساؤلات كتير في الشارع، تعاملاته طبعا مع النجوم، تعاملاته مع اللعيبه المحترفين، اليه اختياره للعيبه في الفتره اللي جايه، طريقته طبعا في التعامل، خصوصا ان في طبعا معسكر قريب في الامارات ان شاء الله هيتخلله عدد من المباريات الوديه. الكلام طبعا من كابتن حسام وكابتن ابراهيم التوام كان واضح بشكل كبير ان هم لما تعرض عليهم بطوله الامارات وافقوا على الفور، لان هم شافوا ان هي بطوله طبعا هتجهز اللعيبه بشكل كبير للمباريات الرسميه قبل طبعا تصفيات كاس العالم. وبغض النظر عن النتائج اكيد المباريات شبه كده هتكون افضل من التدريبات. كابتن حسام كمان اكد على ان علاقته كويسه جدا بكل اللعيبه وعلى راسهم طبعا محمد صلاح، وان صحيح، وقال مشكلة كمان ان احنا هنشوفه بشكل مختلف الفتره اللي جايه. مظبوط، كلامك مظبوط فعلا، واكد ان هو علاقته جيده جدا بكل اللاعبين وعلى راسهم محمد صلاح طبعا. والقصه اللي قالها فعلا اللي يعني كانت مهمه جدا ان هو صلاح هيظهر معاه بشكل مختلف الفتره اللي جايه. اكد كمان ان كل اللعيبه تحت المنظار، مفيش لعيب هيكون خارج الاختيارات بسبب بقى قصه السن، بسبب قصه الاعتزال الدولي، لا كل اللعيبه، اي لعيب هيكون مفيد للمنتخب هيكون كابتن حسام باستدعائه بدون اي مشكله. اكد كمان ان يعني هو بيشكر طبعا الشعب المصري ان هو كان ليه دور طبعا في اختياره، ان كان في طبعا يعني اجماع بشكل كبير جدا داخل اوساط الشعب المصري. وشكر الشعب المصري وشكر القياده السياسيه، لكن كمان اتكلم على الجمهور وانه هيتواصل مع احمد دياب في الموضوع ده، كلمنا عنه بشكل يعني اكثر توضيحا. يعني هو طبعا اكيد الكوره من غير جمهور اكيد ملهاش لازمه زي ما بيقولوا، الكوره بتلعب اساسا لامتاع الجمهور. فبالتالي قصه طبعا الحمد لله الفترات الاخيره بعد ما كان ما فيش جمهور خالص، طبعا الحمد لله طبعا القياده السياسيه والقياده الرياضيه في مصر قدرت ان هي ترجع الجمهور بشكل جزئي ان شاء الله باذن الله الفتره اللي جايه كمان. هو طبعا بيتكلم على استاذ احمد دياب بما انه رئيس الرابطه طبعا، رابطه الانديه المصريه، فبالتالي هو اللي ان شاء الله باذن الله يتواصل طبعا لحضور عدد اكبر من الجماهير. هو شايف ان حضور الجماهير في الملاعب يعني هيكون ليه مردود ايجابي جدا على اللعيبه، خصوصا لما اللعيبه بتروح تلعب بره مصر وبيكون في جمهور كتير، في بعض اللاعبين ما بيكونوش واخدين على الاجواء دي، فهو حابب ان الدوري المصري يكون اكثر تنافسيه، الدوري المصري يكون اكثر حضور جماهيري طبعا عشان اللعيبه تبقى واخده على الاجواء دي، ويوم لما تلعب في تصفيات كاس عالم او تلعب في بطوله كاس افريقيا تبقى يعني واخده على الاجواء دي، لان اكيد الحضور الجماهيري اثر علينا في البطوله الاخيره، وفي لعيبه ظهرت بشكل يعني متدني طبعا في حضور الجماهير. ولكن ان شاء الله باذن الله الفتره اللي جايه الموضوع يختلف، ويقدر يعني اتحاد الكوره بالتنسيق مع رابطه الانديه مع الجهاز الفني المنتخب الوطني يظبطوا كل الحاجات ديت الخاصه باليه مسابقه الدوري العام. بالتاكيد، لكن خلينا بسرعه نعدي كده على ماتش النهارده بتاع الاهلي، وهتشوفه ازاي او متوقع ايه النتيجه؟ يعني طبعا اكيد مباراه بعد غياب طويل، الاهلي بقى له فتره كبيره جدا ما لعبش مباريات رسميه طبعا في ظل الارتباطات الرسميه لمنتخبنا الوطني. مباراه اكيد في الجزائر، معروف طبعا الجمهور الجزائري بحماسه الشديد لكره القدم، فريق شباب بلوزداد من الفرق المحترمه من الفرق الوعيده، الاهلي كمان عنده غيابات كتير ولاعيبه مؤثره، بنتكلم في بيرسيتاو، بنتكلم في وسام ابو علي، بنتكلم في اليو ديانج، لعيبه مؤثره، غير طبعا في كتيبه كبيره جدا من اللعيبه المصابه. ولكن ان شاء الله كلنا ثقه في رجالتنا لعيبه النادي الاهلي ومستر كولر المدير الفني ان هم يقدروا يحققوا نتيجه ايجابيه في المباراه دي، لان طبعا المجموعه يعني النقاط فيها قريبه، الاهلي عنده دلوقتي 5 نقط، ان شاء الله الفوز بالمباراه يقربه بشكل كبير من الصعود على المجموعه باذن الله. بشكرك في النهايه، شكرا جزيلا استاذ محمد عراقي الناقد الرياضي. ومره ثانيه نرجع لجمانه ومحمد نكمل معاهم فقراتنا.